الله وبركاته، أبنائي الأعزاء، طلابي الأفاضل، طلاب الصف الثاني الثانوي، أهلا ومرحبا بكم. النهاردة إن شاء الله مع بعض بنستكمل حصصنا وبنستكمل إن شاء الله بقية منهجنا. كتابنا مكمل معانا زي ما هو، كل الناس اللي محملة الكتاب بتاعها من على موقع الوزارة أو من بنك المعرفة، الكتاب هو هو مكمل معانا. كمان الجميل اللي عمله لنا الوزارة بتاعتنا إن إحنا منزلين ملخصات وزارية. الملخصات هي عبارة عن محتوى الكتاب، ولكن في بقى أسئلة على النظام الجديد، أسئلة جميلة جدا، غير بقى الامتحانات الاسترشادية اللي بتنزل برضه على موقع الوزارة، بتتضمن أسئلة. وإن شاء الله تابعوا المحتوى بتاع الكتاب وبتاعه، إن شاء الله يجي منه أسئلة في الامتحان. هندرب كمان، حتى مش شرط إن هو يكون هو ده السؤال اللي هيجي في الامتحان، ولكن بتدرب إزاي إن أنا أجاوب على السؤال. الكتاب كمان موجود بصورة تفاعلية رائعة، يمكن انت تقلبها كده كأنك اوريدي في ايدك الكتاب. تابعونا، تابعوا حصصنا، اللي مش بتقدر يتابعنا مباشرة لظروف ما، احنا موجودين معاك على طول 24 ساعة. الحصص بتاعتنا موجودة على اليوتيوب، اتمنى ان انتوا تكونوا دايما باستمرار في تفاعل معنا. النهاردة هنبتدي الترم بتاعنا، عندنا اخر وحدة وهي الوحدة الثالثة. الوحدة الثالثة في علم النفس مكونة من 5 دروس. هندرس فيها إيه؟ هندرس فيها العمليات العقلية أو المعرفية، وهي العمليات التي تحدث داخل عقل الإنسان، مش بنقدر نشوفها ولكن بنستدل عليها من سلوك الفرد. هندرس بالترتيب، وينفعش إن في عملية تيجي قبل التانية، وده هنتكلم فيه بصورة توسع أكتر وإحنا بنشرح درسنا. هنتكلم عن الإحساس ثم الانتباه ثم الإدراك والذاكرة، ويأتي التفكير في نهاية المطاف. النهاردة إن شاء الله بإذن الله هنتكلم عن أول درس وهو الإحساس. هناخد تعريف الإحساس، هنوضح العمليات الحسية، هنجسد بالأمثلة على مراحل عملية الإحساس، ونطبق بالمواقف الحياتية على التنبيه أو الاستثارة، نستخلص دور الاستقبال وتحويل الطاقة، وفي الآخر نستنتج دور التسجيل في حدوث عملية الإحساس. الإحساس في قول متدارج كده دايما ما بيننا، يقول لك إيه يا سيدي، ده الإحساس نعمة. يعني إيه الإحساس نعمة؟ هو فعلا الإحساس نعمة؟ هو يقصد إيه، إن أنا بارد ما بحسش يعني؟ هو يقصد إن أنا ما بستجيبش بسهولة يعني؟ هو الإحساس نعمة، علشان اللي إحنا هنشرحه النهاردة هيثبت لنا في نهاية الحصة إن الإحساس نعمة كبيرة قوي إحنا مش مدركينها. تعالوا نشوف مع بعض إزاي إن الإحساس نعمة. الإحساس هو أولى العمليات المعرفية، وزي ما اتفقنا عمليات معرفية يعني عمليات عقلية، لأنه يستقبل المعلومات من أعضاء الحس. الإحساس هو أبسط العمليات المعرفية. ليه؟ لأنه يزود الفرد بالمعلومات الخام عن عالمه. طب تعالوا نوضح مع بعض ونشرح تاني. الإحساس أول عملية معرفية، وانا قلت لكم احنا هندرسهم بالترتيب. بدايه والخطوه هي عمليه الاحساس. الاحساس هو اللي بيجيب لي المعلومات، بيجيب المعلومات عن الكون اللي حواليا المحيط بيا من خلال اعضاء الحس. يعني صور الناس، يعني شكل الشمس، شكل القمر، شكل الكرسي، كل الصور بتيجي عن طريق عضو اسمه عضو الإبصار اللي هو العين. الروائح، الأنف. يبقى المعلومات الخاصة بالروائح، التذوق، الطعام. يبقى الإحساس هو أول العمليات اللي بتجيب لي المعلومات مين؟ الواقع. هو أبسط العمليات المعرفية، أبسطها يعني أسهلها، يعني هو البداية. فدايما البداية بتبقى سهلة وجميلة ولذيذة، علشان بعد كده العمليات بتزداد تعقيد. طيب اديني مبرر تاني، لانه هو اصلا بياخد المعلومات من زي ما هي الخام، عامل كده المصنع، تروح تجيب له شوية البطاطس ولا الطماطم، ولا تجيب اقفاص الطماطم وهو هيعمل الصلصة، هو استقباله بيستقبل مادة خام،
بيخرجها في الاخر في صوره معقده، اللي هي بقى المنتج بقى بكل الحاجات اللي اتحطت عليه. فهو الاحساس، لانه هو اللي بيزود الفرد بالمعلومات الخام عن عالم. تاني عنوان عندي بيتكلم عن انواع العمليات الحسيه. بص يا ستي، حواس الانسان الاساسيه 5 حواس. 5 حواس. اول حاسه البصر، عينينا اللي بتكون من قرنية وشبكية ونني، دي مسؤولة عنها، بتجيب لنا الصور والألوان والأبصار والضوء وكل حاجة. حاسة السمع، حاسة الشم، وحاسة التذوق، وحاسة اللمس. لكن حاسة اللمس بتنقسم إلى 5 أشكال، بتنقسم إلى 5 أشكال. إحساس حضرتك بالتلامس لما بنيجي نسلم على بعض بيختلف عن إحساس حضرتك بالحرارة، بيختلف عن إحساس حضرتك بالبرودة، بيختلف عن إحساس حضرتك بالألم أو الضغط. تاني، حواس الإنسان الأساسية 5: بصر، شم، تذوق، سمع، لمس. أما اللمس بيتقسم جوه الحاسة ذات نفسها لعدة أشكال أو عدة أنواع، منها التلامس أو الحرارة أو البرودة أو الألم أو الضغط. بقول لحضرتك إن في كمان حاستين مرتبطين بجسم الإنسان، وهي الإحساس الحركي، اللي هو حضرتك بتحس بحركة جسمك. بمعنى إيه؟ دلوقتي أنا لو طلبت منك إنك تغمض عينك، يلا نعمل التجربة وإحنا مع بعض أهو لايف. هتغمض عينيك، غمضت عينك، برافو عليك. هقول لك ارفع ايدك فوق، ضم قبضة ايدك، اقفل ايدك كده وخليها في قبضة، افتح كف ايدك تاني، نزل ايدك تحت، افتح عينك، فتحت عينك. قول لي بقى انت عملت ايه الحركات اللي انت عملتها وانت مفتح عينك. فانت هتروح رافع ايدك لفوق، وهتقفل ايدك، وهتفتح ايدك. ليه؟ لان انا حسيت بحركة جسمي. يعني ايه حسيت بحركة جسمي؟ يعني حتى الانسان وهو مغمض عينه او مش شايف، هو بيشعر بحركة جسمه. انا حاسس بايدي، حاسس برجلي وهي بتتحرك، ده اسمه الاحساس بحركة الجسم. طيب الاحساس بالتوازن، وهو ان الانسان يبقى عنده بالانس، يقدر يمشي على خط مستقيم، مش رايح يمين شوية ورايح شمال شوية. تمام. طيب حتى طبعا احنا عارفين ان شرب الكحوليات والمخدرات بيأثر على اتزان الفرد. عشان كده حتى ابسط الامثله اللي بنديها، لما بيجي رجال الشرطه مثلا بيشتبهوا ان في فرد شارب بقى كحول او واخد مخدرات وبيسوق مثلا، اول حاجه بيطلبها منه ان هو بيرسم له زي خط في الارض ويطلب منه ان هو يمشي عليه في صورة خط مستقيم. فأول ما بيلاقيه بيتأرجح يمين وشمال بيعرف إن هو تحت تأثير المخدر. يبقى هنا بيعملوا اختبار اتزان، بيشوف هل هو فعلا متزن أم عنده فقدان لعملية الاتزان. يبقى احنا عندنا كم حاسة لحد دلوقتي؟ احنا عندنا 7 حواس. ايه هما؟ شم، سمع، بصر، تذوق، واللمس. وتفاعل اللمس بيتقسم لإحساس بالبرودة، إحساس بالحرارة، الألم، الضغط، والتلامس. وفي حاستين مرتبطين بجسم الإنسان، وهي الإحساس بحركة جسمك والإحساس بالتوازن. طيب إحنا كده خدنا إيه؟ إحنا كده خدنا تعريف عملية الإحساس. تعريف عملية الإحساس لما يجيلك سؤال في الامتحان، هو الصورة البيرفكت اللي يتحط فيها السؤال، هو إن السؤال يجي في مستوى الفهم. ليه؟ لان هو انا بعرف لك يعني ايه احساس، فانا بحط لك قاعده الحياه. اعرف لحضرتك الاحساس، اجيب لك تعريف مشابه، اجيب لك تعريف عكس تعريف كتاب المدرسه، او يعني مش هو باستخدام نفس الكلمات، واطلب منك تقول لي دي انهي عمليه. فانا لازم ابقى فاهم كويس جدا الكلمات التي تشبه مدخلات حسيه، معلومات، مواد خام، كل دي إشارات لعملية الإحساس. طيب اتكلمنا عن أنواع عمليات الحس. طب عمليات الحس، أنا ممكن أجيب لك مثال مثلا عن
الشخص اللي بيمشي في السلكة على الحبل بيتمتع بأحد أنواع العمليات الحسية. سؤال سهل وجميل، هتقولي آه ده بيتمتع بحاسة التوازن، تمام. يبقى أنا ده ناحية تطبيقية، هجيب لك المثال وأطلب من حضرتك إنك تديني عليه الإجابة الصحيحة. الإحساس ما بيحصلش فجأة، الإحساس بيمر بمراحل زي نمو الإنسان، بيمر بمراحل حتى يصل لإيه؟ يصل لحدوث عملية الإحساس. إيه هي مراحل عملية الإحساس؟ أنا عندي أول مرحلة هي الاستثارة والتنبيه. بص حتى كده الرسمة اللي قدامك هتلاقي عامل زي الجرس، أنا بنبهك إن في مثير جاي، بنبهك، بسمعك، بشممك، بخليك تتذوق. الاستقبال وهي تاني خطوة أو تاني مرحلة من حدوث عملية الإحساس. تحويل الطاقة، وهنتكلم كل واحد فيهم بالتفصيل. وفي النهاية تسجيل الإشارات. لو كل ده حصل وتسجيل الإشارة ما تسجلتش في المخ، كأن كل ده ما كانش موجود، مش هتشعر، مش هتحس. تعالوا بقى نشوف ونقسمهم مرحلة مرحلة، نشوف محتويات كل واحدة، وتعالى بقى ندي أمثلة على كل عنوان وعلى كل جزئية عشان نقدر نستخدمها لو جالنا سؤال مقالي في الامتحان. أول خطوة التنبيه أو الاستثارة. بيقول لحضرتك لابد من وجود منبه أو مثير ما مناسب للحس. حضرتك عشان تسمع صوت لازم يكون عندك مثير مناسب، صوت جرس الباب، صوت التليفون، حد بيكلمك. طب وانا هسمع ايه ولو الدنيا هاديه خالص مش هسمع حاجه؟ يبقى لازم في مثير. هحكم دلوقتي الجو ريحته حلوه ولا ريحته مش كويسه ازاي؟ ما هو لازم يبقى فيه اصلا رائحه. طب هحكم على الاكل، انا مفيش اي طعم للاكل، هو ده ايه؟ انا باكل ايه؟ زي ما جت فتره الكورونا كنا فاقدين لحاسه الشم والتذوق، فمش عارفين ناكل ولا عارفين نشرب، وكنا متضايقين جدا ان كل حاجه ملهاش طعم. يجب ان يكون المثير على درجه مناسبه من الشده لتكفي استثاره عضو الحس وتتم عمليه الاحساس. بمعنى ايه؟ بيقول لحضرتك ان احنا علشان نشعر بالمثير لازم يوصل لدرجة معينة من الشدة. يا عم ده انا ناديت عليك كتير، انا ما سمعتكش، هو ليه ما انتبهلكش؟ هو ليه ما رجعلكش؟ هو ليه ما قعدش قدامك ويتكلم؟ لان هو اصلا صوتك ما وصلش ليه، يبقى كده نبرة الصوت ما وصلتش للدرجة المناسبة اللي تخليني انتبه، اللي تخليني اسمعك، اللي تخليني ابص لك. وده اللي احنا هنتكلم فيه في العتبات. ايه بقى العتبات دي؟ ليه عتبة باب الشقة؟ لا 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 خالص، ده وصف خاطئ. امال ده ايه؟ هي مستوى الشدة اللازم لاستثارة عضو الحس. تاني، ما هي العتبة؟ هي مستوى الشدة اللازم لاستثارة عضو الحس، وصول الصوت لدرجة اقدر اسمعها، وصول درجة حرارة مثلا الشمعة لدرجة أقدر لما تلسعني أحس بيها، الطعام بحطه في بقي فهو ليه مذاق. إيه ده اللي أنا باكله ده؟ ده حاجة ما يعملهاش طعم، أنا مش عارف أميزه. طب لا ده مظبوط ملحه ومظبوط بهاراته ومتظبط. ده كذا، ده الأكلة دي كذا. يبقى هي وصلت لدرجة من الشدة اللازمة لاستثارة عضو الحس، خلتني أشعر بيها. دي تعريف العتبة. عندنا ثلاث أنواع من العتبة: العتبة القصوى، العتبة الفارقة، والعتبة المطلقة. بتتحدد هي مطلقة ولا فارقة ولا قصوى بناء على شدة المثير. يبقى منين أقدر أقول دي عتبة قصوى، دي عتبة مطلقة، دي عتبة فارقة؟ بناء على شدة المثير ودرجته. تعالوا أول نوع من العتبات، يا ترى هي أنهي عتبة؟ هي العتبة الفارقة، العتبة المطلقة. هي العتبة المطلقة. العتبة المطلقة تعريفها هي الحد الأدنى للإحساس بالمثير واستقبال. تعالى بقى أشرحها لك كده بالراحة، ونقول مثال كتاب المدرسة
ونقول أكتر من مثال خارجي. الحد الأدنى هو أقل درجة من المثير أقدر أشعر بيها. بمعنى إيه؟ أقل صوت أقدر أسمعه، أول درجة أقدر أشوف عندها. فمن دينا نقول تاني، فبيقول لحضرتك إن يجب أن يصل المثير لدرجة معينة من الشدة تكفي لاستثارة عضو الحس وتكفي لاستقباله. طب أنا هقول لك مثال. كتاب المدرسة بيقول لك إيه؟ حضرتك رحت عند طبيب الأذن عشان تعرف درجة السمع بتاعتك. فطبيب الأذن بيعمل إيه؟ كان زمان يجيب حاجة اسمها الشوكة الرنانة. الشوكة الرنانة دي حاجة تشبه الشوكة ولكن كان ليها سنتين بس كده وعريضة شوية. كان بيضربها على سطح المكتب ويقربها من حضرتك. ويبتدي حضرتك أول ما بتسمع صوت الذبذبة بتقول له أيوه أنا سامع. أيوة، فيبتدي يحدد من خلاله. دلوقتي مع التقدم العلمي والتكنولوجي بقى في أجهزة بتصدر أصوات، والأصوات دي أنت بتحددها وهو بناء عليها على درجة السمع والمقياس السمع بيقدر يحدد لك درجتك. طب تعالى أديك مثال على ميزان، مثال كتاب المدرسة. دلوقتي حضرتك تقعد كده إيه، فماما تلاقيك إيه مقفل عينك كده ومش شايف التلفزيون كويس. مالك يا ابني وانت؟ اصل عندي صداع كده ومش قادر. تعالى نكشف نظر. فرحنا قالوا لا ده احنا لازم نعمل له مقياس نظر. فالدكتور بيقعدك على جهاز الاول، بعد كده يروح مقعدك ويقعد يقول لك ايه، قول لي بقى العلامه دي مفتوحه من انهي اتجاه؟ طب والعلامه دي، طب دي لفوق ولا دي لتحت ولا دي لايه؟ ويبتدي يسجل البيانات، يقول لك يا ده انت نظرك ضعيف، ده انت اول درجه تقدر تشوف عندها هي الدرجه الفلانيه. اهي اول درجه دي هي العتبه المطلقه. اول درجه دي هي العتبه المطلقه. اول ما تبتدي يبقى حد جاي من بعيد كده انت مش شايف، اول ما تبتدي تشوفه دي العتبه المطلقه. لان المثير وصل لدرجه مشيئة من الشده استثارت عضو الابصار. الصوت وصل لدرجة من الشدة استثارت عضو السمع. خلي بالك إن العتبة المطلقة هي الحد الفاصل بين إحساسنا بالمثير وعدم إحساسنا به. زي واحد جاي يتسحب وراك، يتسحب يتسحب وانت ماشي في شارع ضلمة وانت ولا شايفه ولا سامعه، فجأة تلاقي صوت جنبك انت بتتخض. انت اتخضيت ليه؟ لأن هي عاملة كده انتقال من المعدوم او غير معلوم الى المعلوم. انا فجاه لقيت صوت، في صوت وصل لدرجه الشده اول ما كنتش حاسس بيه. ليه ما وصلش للدرجه المناسبه اللي تخليني اشعر بيه؟ وزي ما اتكلمنا عن اختبار طبيب الاذن، على فكره ده مثال كتاب المدرسه. خلي بالك ان لما حضرتك يطلب منك في الامتحان مثال، حضرتك لو كتبت مثال كتاب المدرسة بيعد إجابة خاطئة، بيعد إجابة خاطئة. أمال هنعمل إيه؟ هنعمل إن شاء الله بإذن الله مثال من الأمثلة اللي إحنا قاعدين نقول عليها ديت. عشان بقول لكم سجلوا دايما ورايا كل جزئية، فنكتب مثال من عندنا. وطبعا انا دلوقتي لو سالتكم قلت لكم قولوا امثله، هتقدروا تقولوا لي عدد كبير جدا من الامثله الحياتيه، يعني حاجات مواقف حاصله معايا. يبقى عندنا مثال بقى الابصار، مثال التذوق، ان مذاق الاكل، مدى سخونيه الاكل، ده اتلسعت، اتلسعت ليه؟ اصل هو كان شديد قوي، لا اصل ما وصلش للدرجه دي. بنقول كمان يا اولاد ان تاني عتبه عندنا هي العتبه الفارقه، وهي الفرق في التنبيه او الاستثارة الذي يجعل الفرد واعيا بوجود فرق بين مثيرين. بصوا حبايب، العتبه الفارقه هي اللي بتساعدنا ان احنا نميز ما بين الاشياء. بمعنى ايه؟ رن عليك التليفون من رقم غير مش متسجل اسمه ولا اي حاجه، حضرتك فتحت وقلت ايه، الو وعليكم السلام، ايه ده ماما، ايه ده بابا، ايه ده اخوك مثلا، انت عرفت منين ان هو ده؟ انا ميزت صوته، ده انا عرفته. دي بقى العتبه الفارقه،
اللي بتساعدنا ان احنا نميز الاصوات عن بعض، بتساعدنا ان احنا نميز الاشكال عن بعض، بتساعدنا ان احنا نميز الفروق في الاشياء. بمعنى ايه؟ دلوقتي حضرتك لو انا مثلا عندي اوضه، والاوضه دي منورها بخمس لمبات، لو انا زودت لمبه هتحس بفرق في الاضاءه؟ لا مش قوي. طب لو زودت خمس لمبات، ده الاوضه هتبقى نور بقى، هتبقى شمس، هتبقى نهار. ليه حسيت دخلت ياه الاوضه دي منوره قوي كده ليه؟ ليه؟ لان انا زودت عدد الاضاءه، فديتك الاحساس بالفرق. زي ما قلت لك كمان هي بتساعدني على التمييز ما بين صوت الرجل وصوت المراه، التمييز ما بين ابسط حاجه خالص انواع الطعام المختلفه. انا لما بتدوق تقول الله الملوخيه دي حلوه، الله ده كذا حلو. طب انا جبت لك اكلتين زي بعض مثلا شبه بعض، ليه مثلا ملوخيه وخبيزه مثلا، فانت شكلهم مش عارف اميز ما بينهم، فتقولي طب دوقوني كده. تحدث هنا العتبه الايه الفارقه اللي تساعدك على التمييز ما بين المثيرات. لكي يتم الاحساس بالمثير يجب ان تكون درجه شده المثير تزيد عن العتبه المطلقه وتقل عن العتبه القصوى اللي احنا هنتكلم لسه عنها باستفاضه دلوقتي. تاني، يبقى عشان تشعر بالفارق وعشان تقدر تميز لازم ان درجه شده المثير تزيد عن العتبه المطلقه وتقل عن العتبه القصوى. ادك مثال، عندما تتحدث مع زميل لك في مكان به اصوات عاليه فلن يستطيع سماعك الا اذا كان صوتك اعلى من الضوضاء بمقدار 1/10 تقريبا. ده ليها نسبه؟ ايوه فندم ليها نسبه. تعالوا بقى نشوف العتبه القصوى، هي تالت نوع من انواع العتبات. العتبه القصوى العلماء ما قدروش يدونا تعريف دقيق عنها. ليه؟ لان لو جيت قلت انا هعمل عليها تجارب هي بتعرض الانسان للخطر. فبيقول لك يعجز عضو الحس عن الاقتراب منها لان الاقتراب منها يؤذي ويؤلمه. هما طبعا راحوا قالوا ان هي الحد الاقصى للاحساس بالمثير، وتعرض الفرد ليها يؤدي الى فقدان العضو او تلفه. عشان كده بينصح دايما الاطباء، المثال ده مش موجود في كتاب المدرسه، انا اقول لكم مثال كتاب المدرسه وارجع اقول لكم المثال اللي انا جايبه لكم. الاطباء بيقول لك ايه يا جماعه، في كسوف للشمس بعد اذنكم، محدش يبص لقرص الشمس بصوره مباشره، واللي عايز يبص له يلبس نظاره شمس وتكون النظاره اصليه. ليه؟ عشان ما تبقاش مثلا نظاره بلاستيك او نظاره اي كلام فتسبب، لان الاشعه اللي هتنزل مش من الشمس هتسبب ايذاء لشبكيه العين. ليه بقى؟ لان كل عضو عندنا ربنا مديله مقدره على التحمل. طب انا لو عرضته لاكتر من ذلك ايه اللي هيحصل؟ مثلا انا هديك مثال وارجع اديك المثال ده كمان. لو انت رحت فرح وبعدين جه نصيبك انك تقعد في الفرح ده جنب سماعه الدي جي، هتقعد شويه الصوت عالي قوي، وداني وجعتني، ابتديت اصدع، حاسس ان في حاجات بتزمر في وداني، قمت مشيت، هو في ايه يا جماعه؟ تنمت وقمت، لا 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 وداني وجعاني قوي، انا مش قادر، انا مش حتى مش قادر احط ايدي عليها، انا عندي كذا، انا بعمل، انا حاسس بألم فيها. هو ايه اللي حصل؟ هو الاذن اتعرضت لايذاء او الم يفوق قدرتها على التحمل، يفوق قدرتها على التحمل. من ضمن الأمثلة كمان، ينصح الأطباء بعدم إصدار أصوات عالية احتفالا بالمولود لأنها قد تصل إلى العتبة القصوى تؤدي حس وتؤذي حاسة السمع الخاصة بيه. يجوا جنب العيل، أنت مش هتقوم، طب إحنا هندب الهون، هنكسر الهون جنبك، فتلاقي طق 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 وصوت عالي جدا. الطفل أصلا هو ايه سبب رغم ان الدوشه دي عاليه جدا ان هو مش بصاحي؟ السبب ان الطفل اصلا من كتر الالم اللي هو بيتعرض له من الصوت العالي بينام، بيهرب، بياخد النوم كوسيله للهروب من هذا الالم. فتلاقي العيل نايم ومفيش اي نوع من الصوت، بيقول لك كل الاصوات دي مش عايز. هو اصلا ربنا اكرمه
بالاصوات دي بالنوم علشان يهرب من الاصوات دي لانها تسبب له الضرر والايذاء، لانها قد تصل الى حد العتبه ارقصه. كان في فيلم اسمه الصرخه، كان بتاع الفنان الكبير نور الشريف ومعالي زايد، فهو كان عنده مشكله في السمع، فكان متزوج يعني. المهم حصل احداث وظلموه كتير، فجه هو حب بقى ايه يوريهم الجو اللي هو كان عايش فيه، فحبسهم جوه اوضه بتاعت الصوت دي، كتمة الصوت اللي بيسجلوا فيها الأغاني والكلام ده كله، وراح مشغل السماعات بصورة عالية جدا جدا جدا، لدرجة إن ودانهم بقت تنزف وفقدوا إحساس بالسمع. عشان كده حتى أنت لو بصيت للمبة شوية هتلاقي نفسك مش قادر تكمل، وتلاقي عينك بتنور وابتديت تصدع. هو إيه اللي حصل؟ أصل عيني اتعرضت لضوء شديد سبب لها الضرر. هي دي العتبة القصوى، ودي أمثلة كتير جدا اللي احنا قلناها عليها. خلاص حسينا سمعنا الصوت، يجي بقى تاني مرحلة وهي مرحلة الاستقبال. ايه هو الاستقبال؟ الاستقبال بيقوم فيه عضو الاستقبال الحسي باستقبال المثير في صورة طاقة فيزيائية أو إشعاعية أو كهرومغناطيسية. بمعنى ايه؟ بقول لحضرتك ان عضو الاستقبال بيستقبل المثير في صورة الطاقة بتاعته. طب يعني ايه عضو استقبال اصلا؟ هقول لحضرتك دلوقتي، هسألك سؤال، حضرتك بتتذوق بايه؟ احنا بنتذوق باللسان بتاعك. اللسان ده عبارة عن خلايا واعصاب بيستقبل المذاق بتاع الطعام. من حكمة ربنا، بما ان يعني الحواس دي مهمه جدا من اول ما بنتولد لحد ما بنموت، فربنا دايما حاملنا الاعضاء دي داخل تجاويف عشان يحميها من انها تعرض للضرر او الايذاء. زي ايه يا حبايبي؟ اللسان هو اللي بيتذوق، بصوا حوالي الشفايف والاسنان، العين دي الشبكيه هي اللي بيقع عليها الضوء فبتحصل عمليه الابصار، حميها ربنا بالجفن والرموش والحواجب. هي الاذن الوسطى اللي بتشعر محميه باطار قد ايه؟ يمكن ما فيش غير حاسه واحده هي اللي دايما معرضه للخلاء كده، وهي حاسه اللمس. ولكن ربنا سبحانه وتعالى خلق لنا في المقابل ان الجلد بيتجدد باستمرار، فبيجدد خلاياه باستمرار، عشان كده لما بتتعور بترجع تلتئم وترجع ايدك تاني زي ما كانت وما اعرفش ايه. يبقى عضو الاستقبال هو العضو المسؤول عن وصول الإشارة الخاصة. وبرضه ربنا كريم جدا، مش عامل لنا عضو واحد نستقبل بيه كل حاجة، يعني مش بتسمع وتاكل وتشرب وتشم وتتذوق وكل حاجة ببقك مثلا أو بلسانك أو بعينك، لا ده خلق لنا لكل حاجة الحاجة الخاصة بيها عشان ما يحصلش تداخل، عشان لو عطلت يبقى في حاسة تانية شغالة. دي كل دي حكم. شفتوا بقى الإحساس نعمة إزاي؟ شفتوا يا شباب؟ طيب يبقى خلاص أنا سمعت الصوت والأذن الوسطى استقبلته. طيب بيقول لحضرتك إن طبعا زي ما أنا شرحت لك وقلت لك إن العضو الاستقبال بيسمى المستقبل، وهو عبارة عن نهاية عصب متخصص في استجابة واستقبال المثيرات، زي العصب السمعي، العصب البصري، العصب التذوقي، العصب اللمسي او الحسي. يبقى عضو الاستقبال اللي بيستقبل المسرات اسمه المستقبل. ثالث مرحلة تحويل الطاقة. لسه وانا بقول لك في الاستقبال قلت لك ان اعضاء الحواس بتستقبل مثيرات مختلفة، زي مثيرات حسية، زي طاقة كهربائية، طاقة فيزيائية، إشعاعية، أنواع كتير جدا من الطاقة بتجيلي من البيئة ومن الحياة اللي حواليا. ولكن ربنا علشان ما يعملش للإنسان تشتت، هو خالق للمخ لغة واحدة بس بيقدر يفهمها، وهي الإشارات الكهرومغناطيسية. يبقى عضو الاستقبال لما بيستقبل طاقة كهربائية بيعمل فيها إيه؟ ما كده المخ مش هيفهمها. تعالوا نشوف.
بيقوم بتحويل طاقة المثير الكهرومغناطيسية إلى طاقة عصبية تأخذ صورة الإشارات الكهروكيميائية. تاني، أأكد تاني على حضرتك، مخ الإنسان لا يفهم إلا الإشارات الكهروكيميائية. يبقى زي ما بقولك، لو جات له إشارة كهرومغناطيسية هيعمل إيه؟ إشعاعية هيعمل إيه؟ كيميائية هيعمل إيه؟ زي ما ربنا خلق المخ بيفهم إشارة واحدة، خلق لنا جوه عضو الحس مترجم مسؤول عن ترجمة الإشارات ديت لإشارات كهروكيميائية، مسؤول عن تسجيلها لإشارات كهروكيميائية، هيسجلها وهيعمل إيه؟ يلا فكروا، هيسجلها ويحولها، هيسجلها ويحولها للإشارات الكهروكيميائية علشان تساعد المخ إنه يفهم اللغة الإيه؟ اللغة بتاعته. طيب، يبقى هنا أنا هاجي أديها لك في مثال أو أشبهها لك بمثال. جايبين مدرب مثلا هيدرب منتخب مصر ما بيتكلمش مثلا غير ألماني، طب اللعيبة هتتعامل معاه إزاي؟ الصحافة هتتعامل إزاي؟ يروحوا جايبين له كده مترجم يقعد جنبه، كل ما هو رايح في حتة بيترجم له، يترجم للعيبة، يترجم للصحافة. هو أنا عملت أهو، ربنا عمل لنا كده بقى، شوف حكمة ربنا، بتدخل في عضو الاستقبال، تنزل على الحتة اللي بتترجم الإشارة، تترجمها توصلها للمخ. ندخل في رابع مرحلة وهي تسجيل الإشارات. يبقى الأول حسينا بالمثير تنبيه أو استثارة، ثم استقبله عضو الحس، ثم ترجم الإشارة للإشارات اللي بيفهمها المخ. لازم تروح تسجل بقى، حضرتك قعدت تصور الفرح طول الليل ونسيت تدوس سيف في النهاية، كأنك ما صورتش حاجة، مفيش حاجة حصلت، هيجوا الناس يطلبوك ولا صورة موجودة، يا نهار أبيض راحت الشغلانة. هي نفس الحكاية، بيقولك بيتم نقل الإشارات الكهروكيميائية عن طريق العصب الخاص بالحاسة إلى المخ، فينشط الجزء المسؤول عن الإحساس في المخ ويسجل هذه الإشارات كإحساس، بيسجل تلك الإشارات كإحساس. يبقى احنا النهارده شرحنا ايه؟ شرحنا اول عملية معرفية او عقلية وهي عملية الإحساس، واتفقنا ان الإحساس هو اولى العمليات المعرفية، بيستقبل المعلومات في صورتها الخام، عشان كده هو ابسط العمليات المعرفية. اتكلمنا وقلنا ان احنا عندنا انواع للعمليات الحسية اللي هي حواس جسم الإنسان، قلنا سمع، بصر، شم، تذوق، واللمس، واتفقنا ان اللمس بينقسم الى الاحساس بالحراره، احساس بالبروده والضغط والالم والتلامس، واتكلمنا ان في حستين مرتبطين بجسم الانسان هم الاحساس بالحركه والاحساس بالتوازن. بعد كده اتكلمنا عن مراحل عمليه الاحساس، قلنا بتبدا بالتنبيه او الاستثاره اللي تضمنت 3 عتبات، وهي درجه وصول المثير لشده معينه تسمح باستثاره عضو الحس. قلنا عندنا العتبة المطلقة والحد الأدنى للإحساس بالمثير، العتبة الفارقة هي اللي بتساعدني على التمييز ما بين المثيرات المختلفة، العتبة القصوى وهي أقصى حد للإحساس بالمثير، وتعرض عضو الحس ليها يؤدي إلى تلفه أو فقدانه. بعد كده أخذنا مع بعض الاستقبال، وقلنا إن هي تاني مرحلة، إن خلاص لازم يكون في عضو بقى يستقبل الإشارة اللي جاياله. فربنا خلق لنا حاجة اسمها المستقبل، وهي مجموعة من الخلايا والنهايات العصبية اللي بتستثار لما بيجي مثلا عليها الصوت، بيتحط عليها الطعام، بمسك حاجة سخنة، اللي بيساعدني بعد كده أعمل رد الفعل. وداخل هذا العضو يوجد جزء اسمه تحويل الطاقة، ودي المرحلة الثالثة، وبيتحول الطاقة من أي إشارة مختلفة عن الإشارة الكهروكيميائية التي يفهمها المخ، ويقدر إن هو في أي رابع مرحلة إنه يسجلها في المكان الخاص أو المناسب ليه. هنشوف مع بعض مجموعة من الأسئلة ونشوف هل فهمنا درسنا ولا في جزئية إحنا مش قادرين نحددها. حضرت فرح أحد أصدقائك وجلست على طاولة بالقرب من مكبرات الصوت، وبعد انتهاء الفرح شعرت بألم في أذنيك وذهبت للطبيب. ده لسه أنا كنت مديهولكو كمثال على أحد العتبات. نستنتج من المثال السابق 1 عتبات عملية الإحساس، وهي العتبة المطلقة، العتبة الفارقة، القصوى، النسبية. إيه رأيكم يا شباب؟ يا ترى أنهي عتبة من العتبات
برافو عليك، وإجابة صحيحة، هي فعلا العتبة القصوى، لأنها تسببت بضرر في عضو الحس، وده كان بسبب إنها وصلت إلى درجة من الشدة لا يستطيع عضو الحس تحمله. قام أحد زملائك بالاتصال من رقم تليفون غير مسجل لديك، ولكن بمجرد سماع صوته تمكنت من معرفته. يشير المثال السابق إلى إحدى عتبات عملية الإحساس، وهي المطلقة، الفارقة، القصوى النسبية. إيه رأيكم يا شباب؟ ده أنا لسه قايلة لك، ده أنت قدرت تميز صوته على الرغم إن هو اسمه مش متسجل. تليفون تاني، ساعات نيجي نعمل كده مقالب في أصحابنا، فنتصل نقول له إيه؟ آه فلان الفلاني، هو أنت كذا معرفش إيه؟ فهو يعرف يقول لك أنت، ده أنت فلان، أنت بتعمل فيها مقلب؟ آه، لأنه عنده قدرة على التمييز، والتمييز يعني أنه وصل إلى العتبة الفارقة. نقوم دائما بتطهير أيدينا والأشياء التي نستخدمها باستمرار خوفا من الفيروسات، لأننا لا نستطيع رؤيتها على الأسطح والأيدي، مش عايزين نشوفها. يعني أقول لك امسك فيروسة، هي فين الفيروسة دي؟ ما أقدرش. طب الحق إيدك فيها بكتيريا، فين البكتيريا دي؟ أنا مش شايف. أيوه، ليه بقى؟ بيقول لك بقى بس صيغة السؤال، نستخلص من المثال السابق أن الفيروسات لم تتجاوز العتبة الإيه؟ هي ما وصلتش لأول عتبة، اللي هي العتبة ما وصلتش للحد الأدنى، مش كده؟ احنا مش شايفينها، لكن بنمسح وننظف عشان احنا عارفين هي موجودة، بس احنا شايفينها؟ لا، لأنها لم تصل إلى الحد، العتبة المطلقة. ذهبت مع أصدقائك إلى الملاهي وقمت باللعب في العديد من الألعاب، ثم شعرت بالدوار والغثيان. يدل المثال السابق على حدوث خلل في إحدى العمليات الحسية، وهي حركة، توازن، تلامس، الإبصار. طبعا سهلة جدا، حسيت بالدوار يعني فقط توازنك أو البالانس بتاعك. خلينا نشوف السؤال المقالي. يقول أحد الشعراء: إني دون عونك إلهي شريد، تائها في وسط العدم. تجسد الأبيات السابقة إحدى العمليات الحسية، اشف عنه مدعما إجابتك بمثال من عندك. بيت شعر بيقول: إلى إني دون عونك إلهي شريد، تائه في وسط العتمة. عتمة، شريد، تايه، أكيد ده من عملية الإبصار. زي ايه؟ اديني مثال لعملية الإبصار: تحديد الأشكال، الألوان، المجسمات، الصور، الأفراد وتمييزهم. كل ده بيقع على عاتق عملية الإبصار. كده حبايبي احنا وصلنا لنهاية حصتنا ونهاية درسنا، ولكن ليس لنهاية لقاءاتنا أو نهاية دروسنا. مستمرين مع بعض بأمر الله تعالى خلال الترم بتاعنا في حصص مادة علم النفس والاجتماع. خليكم معانا وان شاء الله باذن الله تقدروا ان انتوا تستفيدوا بيها وبالاسئله، وهنعمل مراجعات ان شاء الله تكون جيده وشيقه. في انتظاركم، اترككم في حفظ الله وامنه وامانه. كنت معاكم دكتوره شيماء فهمي، جزيل الشكر ليكم وجزيل الشكر والامتنان للاداره العامه للمحتوى التعليمي. دمتم بخير الله وامنه وحفظه. السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.